هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماؤهم ألم يكونوا يتقاضون رواتب عالية ويرهقون الدولة برواتبهم؟ هذه أيضا من الأكاذيب الكبار التي تروجها أحزاب الشمال. أنا ما أقول الأحزاب اليسارية لأن كلمة اليسار هذه من معاني السعة والغنى وكذا، وهؤلاء حيثما ذهبوا قال الفقر خذوني معكم. نعم. هذا معلوم. فهؤلاء أحزاب الشمال بآلتهم الإعلامية الكذوب روجوا فيما مضى أن هيئة علماء السودان فيها كذا من الأعضاء، هؤلاء يتلقى كل واحد منهم كذا من الرواتب، وعنده سيارتان وعنده كذا، وعنده مخصصات اخترعوها من رؤوسهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. مجمع الفقه الإسلامي الآن الأوراق موجودة والميزانيات معلومة، كل هؤلاء الأعضاء ما كان لهم مرتبات وإنما لهم ما يسمى بالحافز، وهذا الحافز بناء على حضور الاجتماعات. وكانت تمر الشهور، وأنا أستشهد في هذا بالإخوة الذين لا يزالون في هذه الدورة ممن كانوا في دورات سابقة من أجل أن يشهدوا شهادة حق، كانت تمر الشهور والشهور وهذه الحوافز لا تصل، ما يكون هناك إلا السندويتش أو الإفطار الذي يكون في الاجتماع، ومن كان صائما فحسبه الله. فلذلك أقول أحزاب الشمال هذه تريد أن تضرب الدين بضرب رموزه والدعاة إليه، بترويج أنهم كانوا أكلة أموال الناس بالباطل، أنهم كانوا يتقاضون رواتب عالية، أنهم كان لهم مميزات خاصة، وهذا كله محض كذب ليس إلا. لكن يا شيخ ألم يكن بعضهم موظفا هناك ويقبض رواتب؟ لا، يعني ممكن نفصل قليلا، من يقبض رواتب من هؤلاء العلماء؟ الوظيفة هذه خاصة بالناس الذين في إدارة المجمع، الرئيس. كم شخص يعني تقريبا؟ ربما من المشايخ ربما يكونوا 3-4 فقط، ليس إلا، لأنهم مفرغون يعني تماما، يعني أتون من الصباح إلى المساء. هذه وظيفة. هذه وظيفة هؤلاء، الرئيس ونائبه والأمين العام وكذلك أمين الشؤون العلمية، هؤلاء مفرغون للمجمع. أما بعد ذلك بقية الأعضاء فهؤلاء جميعا جهة استشارية يستدعون متى ما كانت حاجة. لكن ربما يقول قائل أنه تأخذون حوافز يعني مليارية، وتكون حوافز يعني حوافز مثل الوزراء وغيرها، تعرف يعني في السودان الكل يعرف بأن الراتب الأساسي يكون شيئا بسيطا والحوافز تكون هي تكون شيئا مهولا، تكون شيئا مهولا. الله يشهد بأن الاجتماع كان حافظه 50 جنيها إلى عهد قريب، ثم بعد ذلك في السنوات المتأخرة كأن الحياء قد أدرك القائمين فصار 150 أو 200، ما أذكر. 200 جنيه فقط؟ أي نعم، هذا تخرج وهذا الذي كان يتأخر شهور؟ طيب.